لتصنيف الرسائل الواردة مثل قيم رقم بعد. في حالة ثانية تعليقها أنا قبل ما نمشي المكان كشخص إنه بيمشي بالسياحة ولا بيشري منتج ولا بيشري أي والله باهر عم شوف في بعض الخروجين انا لوطه سويت برا تقدر تذكر غرفنا صاحب العطاء باه تمام لنا ما زال عندنا ربع باقي بينا في سؤال ثاني رغم ما بحثنا عنه بحث سكرين شوت ولا تو شو عطانا انا الاخرى للجيميل يعتمد من جميع المصالح العامه يعني اكثر شيء بيستخدم في المصالح تعريف في البريد الالكتروني يشار اليه باختصار بانه انواع مختلفه من التطبيقات والبرامج اللي هي البرامج اللي نقدر نستخدمها المرور من قبل المستخدمين مما يسهل عملية الهكر تمام؟ اختراقه بسهولة خصوصا إذا كان الرقم السري الموضوع فيه علاش هو آمن في حالة تعرض لمحاولة اختراقه يرسل إليك في ولا عبد السلام ولا أستاذ يوسف ضايفني في صفحته نقدر نخترقه عن طريق خصوصا السيد باشمهندس عمر صالح ليست عندي ميزات تعبير برامج HTTP الكتروني جيميل يعتبر امن مع الرتب على صحيح الامان افضل البرامج يوفر خدمات البريد الالكتروني ويحافظ على امان المعلومات الخاصه حيث طبعا انت اذا كان عندك رقم هاتفي لازم في كود متحقق منه طبعا الرابط اول ما تفتح الرابط عنده خطوات ما تخش الرابط يقول لك مثلا لا مش رابط مهند زميلك في العمل مهند بعث لك رابط اليوم الصبح هل تفتحه ولا لا؟ رابط صادر تمام حق صادر كيف بيتحقق؟ مراسلة نسمه زميلك ممكن تعطي زميلك كيف؟ في بعض الروابط يبعث لك يقول لك في جائزة مثلا لكن ما عرفش بأي فريق احنا انتم قاعدين في فريق هل نعرف الفريق ولا لا؟ HTTPS في فيسبوك تمام هو تكلم عليها كويس كخدمه كمراقبه ولكن ما عطاش عليها تفاصيل انت لما تنزل تو موقعك كيف يعرفوا الموقع اللوكيشن بتاعك؟ تطبيق على هاتف محمول او هاتف محمول او لابتوب تمام بس كان لاحظوا في بعض الاخبار شنو هو ما في كل قاعد نفسه تو هاي تمام سي مش موجود لا سي سي هو هاي تم اختراقها هيبعت لجميع الاصدقاء اللي هم بتعود يبعثوا لهم لا سام وحاجه ثانيه ديما يحطوا في حالات فيها فضوليه حتى لو تعلم ليش بسم الله الرحمن الرحيم يوسف الشريف عضو مجلس البلدي خلينا اليوم محاضرة على التواصل الإلكتروني والتواصل الأمني في التواصل الإلكتروني
واستفدنا كثير على حسب التطبيقات الأمنية اللي نشتغلوا بها والمراسلات اللي تكون بين المجموعة والاجتماعات بين الأعضاء، حتى لو حد مسافر والله حد ما قدرش يحضر يكون تواصل إلكتروني، باعتبار إن التواصل الإلكتروني يصبح في الوقت الحالي يكون هو اللي ماشي أكثر شيء، وبنستفيد من المعلومات هذه أول حاجة من الناحية الأمنية، ما يكونش في اختراقات في إيميلات الشخصية أو في إيميلات اللي تخص المجلس البلدي، وثاني حاجة التواصل يكون بشكل أسرع وبشكل أدق وبشكل آمن. إن دور مجموعة رابسة للإعلام والثقافة في خدمة وتطوير المجتمع، اليوم كان تدريب لأعضاء ديوان المجلس البلدي ورؤساء الأقسام داخل بلدية غات. التدريب هو كان في طرق التواصل الرقمي وكيف حماية الرقمية للأشخاص. طبعا العالم لازم المجلس البلدي الجديد الحديث الشبابي أن يكون مواكب ما هو موجود في العالم، يعني أن التراسلات لازم تكون تراسلات بريد إلكتروني، لازم يكون عند المجلس البلدي غات نطاق خاص بهم للتراسل، ولازم يكون عندهم آلية للأرشفة السحابية المتطورة، ولازم يواكبوا شنو هو الموجود في العالم. وحاجة ثانية أن لازم الأعضاء المجالس البلدية كيف أن يأمنوا روحهم من ناحية المعلوماتية، من ناحية كيف أن يستعملوا مع الروابط اللي يجيهم على إيميلاتهم الشخصية، كيف يتعاملوا مع الروابط اللي يجيهم على تطبيقات التراسل المختلفة، كيف يتأكدوا منها أن الروابط هذه آمنة أو الروابط هذه غير آمنة. وحاجة ثانية أن شنو هي الفرق ما بين الإيميلات والمنصات التراسل المشهورة العامة والمنصات التراسل اللي تقدم خدمة الرسائل المشفرة من رسالة نظام end to end، يعني من بداية رسالة إلى نهاية الرسالة. طبعا هذا كأول تدريب لأعضاء المجالس البلدية، وحيكون في جميع البلديات، في بلدية غات الكبرى من العوينات وتهالة ويسين والبركت في البلدية الأخرى، على خطر أنه يكون فيه آلية ورؤية للأعضاء المجالس البلدية الحديثة أن يكون عندهم طريقة للتراسل والاعتماد على التراسل الإلكتروني، ويكون عندهم طريقة للمحافظ البيانات والمعلومات الشخصية في نطاق خاص بهم، وتكون جميع مراسلتهم سحابية كيف ما هو موجود في العالم. شكراً.